تختصر سنوات الجامعة الطويلة لتصبح طبيبة صحة عامة أو طبيبة أسنان في 10 أيام. هل تريد أيضاً أن تصبح صيدلياً أو إعلامياً أو حقوقياً أو أستاذاً أكاديمياً؟ المستحيل بات ممكناً ب $850 فقط. كيف لا، وأصبح لبيع الشهادات المزورة ومن أعرق الجامعات العالمية سوق إلكترونية ومواقع تقدم لك شهادتك الجامعية بالبريد السريع. ولأن الموقع يعدك بتغيير حياتك العلمية والمهنية ويؤكد على جودة الشهادات المزورة، قرر للنشر خوض المغامرة. حاطي طريقة نتواصل معه على السكايب، بدنا نجرب ندق له ونشوف إذا منلاقي عنده شي شهادة من جامعة لبنانية. عجزنا عن التواصل مع الشركة عبر سكايب، لكن الجواب أتى عبر الإيميل. على عكس السكايب، رد علينا باي إيميل وقالنا أنه ببيع شهادات الجامعة اللبنانية ب 16 اختصاص، فينا نكون عم ننقل اختصاص يلي بدنا إياه وبتكلف $850. مع توقيع وزير التربية الياس بوصعب كما أظهرت النسخة، تريثنا قليلاً، وعندما رسلتنا الشركة مجدداً فوضنا على السعر، ويبقى السعر ثابتاً $850 لضمانة جودة الشهادة. تنكون عم نعرف هوية يلي عم بيزور شهادات الجامعة اللبنانية، طلبت منه الاسم والعنوان، تنكون عم نبعث له $850. فالجواب هو هيدا الاسم، اسمه صيني، والعنوان كمان بالصين. فهل بات بإمكاننا طلب شهادات الجامعة اللبنانية ديليفري من الصين؟ معنا على الخط مشاهدينا المستشار الإعلامي للجامعة اللبنانية دكتور علي رمال. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا سيدي الله. خلينا قبل نشوف حضرتك، شفت الريبورتاج بهالحالة، كيف ممكن يكون في تدابير لضبط هالموضوع؟ الحقيقة هذه الأمور يعني مش مستجدة، دائما في شهادات مزورة لكن لا يمكن استخدامها أو الاستفادة منها في أي مكان. فنحن دائما بيجي على إدارات الجامعة المختصة مراسلات بالشهادات للتحقق، يعني هذه الشهادة هي عبارة عن ورقة معمولة على فوتوشوب أو أي طريقة تانية وليس لها أصول في أي مكان بالجامعة. بالتأكيد الحصول على الشهادة من الجامعة اللبنانية، يعني نحن أنا موجود هون لأكد على عدم فائدتها، وحتى نوجه رسالة للناس حتى ما توقع بهاي الفخ. لا يمكن الحصول على أي شهادة مزورة من الجامعة اللبنانية، وأي شهادة يتم شراءها بهذا العنوان تعود إلى المصدر. يعني إذا أحدا أخذ شهادة من كلية الإعلام مثلا، تعود إلى إدارة كلية الإعلام من المؤسسة للتحقق، ونحن دائما كان يجينا هالنوع من الشهادات ونرسل بأنها ليس لها أصول قانونية وليس لها أي فائدة أكاديمية. دكتور علي، ما بعرف إذا لازم هيدا الشيء نعمله تراكينج أو متابعة إلكترونية لينعرف المصدر، يمكن ما يكون الصين حتى. بالتأكيد الجامعة مهتمة جدا، خاصة وأنه الشهادة خاصة وأنه الشهادات عم تصدر من الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية راح تروح على متابعة قانونية دقيقة لهذا الموضوع، وستلاحق هذا الأمر أمام الجرائم الإلكترونية خاصة ولو في الصين. نعم، أمام وسيبحث هذا الموضوع مجلس الجامعة نهار الأربعاء، والتكليف محامي الجامعة بالمتابعة، لأنه قد يكون مش بالصيني، يعني قد يكون هو ملبس حاله صيني. بس لا مش صيني، هيدا ممكن يكون شخص آخر قريب اسم ومقيم في أي مكان، ممكن يكون كتير قريب. بس السؤال دكتور، أنه حضرتك قلت أنه بيتم التأكد والمقارنة والمتابعة داخل سجلات الجامعة. تعرفي كل شهادة إلى رقم تسجيل. نعم طبعا ما في شك، ومرجع وإلى اسم. بس إذا أنا أخذت هيدا الشهادة ب $850 وسافرت وقدمتها لأي مكان في بقلبه عمل لإلي، نحن عبرك بنوجه رساله، بنقول انه كل الشركات المحترمه وكل المؤسسات اللي بتبعث الشهاده على الجامعه اللبنانيه لتتاكد منها. اذا كانت من الجامعه اللبنانيه تبعت على الجامعه اللبنانيه، واذا كانت من جامعات اخرى تبعت على جامعات اخرى للتحقق من صلاحيه هذه الشهاده. نعم.
لكن هذا الشيء ممكن حتى يتابع للاشخاص اللي كمان للشركات اللي عم تحذرهم خارج لبنان من انه يرجعوا للجامعه قبل ما يوصفوا اي حدا بشهاده مزوره. اكيد بدعينا انه نحط على الويب سايت بالجامعه نحط تحذير. نعم، وامضاء الوزير ابو صعب طبعا كمان مزور، يعني هذا الشخص لازم يتابع لانه عم بيزور على الماشي. نحن عم نشكر انه عرضتوا هالموضوع لانه بالبرومو تبين وكانه الجامعه تمنح. الحقيقه هلا توضح الامر اكثر. لا هيك على كل حال هذا بيكسب الشخص انه يتابعوه ناس تما يستغلوا بهالطريقه. انا بشكرك انك كنت معنا الليله دكتور، ويعطيكم الف عافيه على ان يتابع هذا الموضوع كمان من قبلنا من جانب اخر لحرصنا على الجامعه اللبنانيه اللي مستواها جدا جيد. نحن